جرت على قاعة الشيخ الأنصاري في مجمع الإمام مرتضى الفكري التابع لعتبة العباسية المقدسة، وقاع دورة الأمن الفكري التي نظمها معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف، بحضور عدد كبير من فضلاء الحوزة العلمية، فضلا عن عدد من الأكاديميين وطلاب الدراسات العليا. قام معهد القرآن الكريم في النجف الأشرف دورة فكرية تحت عنوان الأمن الفكري في القرآن الكريم والسنة المطهرة. هذه الدورة تضمنت 6 محاور متفردة حقيقة، تقام هذه الدورة لأول مرة في العراق. 6 محاور في هذه الدورة، حاضر في هذه الدورة خيرة أساتذة الحوزة العلمية وأساتذة الجامعات العراقية، قدموا فيها رؤى مختلفة فيما يخص الأمن الفكري بمحاور منوعة. واشتملت الدورة على 6 محاور، ضم كل محور منها عددا من الورش والمحاضرات التي قدمها أساتذة أكفاء وأكاديميون مختصون بذات المجال، وكان لوقعها أثر كبير في نفوس الحاضرين لما لها من أهمية بالغة في أمن المجتمعات الفكرية. طبعا الأمن الفكري هو حاجة ملحة ومهمة جدا، لأن هناك عندك غذاءان، غذاء للعقل والروح وهو الأمن الفكري حتى يحافظ على هذا الكيان المهم الذي خلقه الله سبحانه وتعالى. يعني عندنا الآن بعد ما أصبح العالم قرية صغيرة وانفتح العالم على بعضه، أصبحت الأفكار تدخل إلى البيوت ما عندنا حدود إلها، فلا بد من أمن فكري، حماية لهذه العقول والأرواح اللي موجودة في المجتمعات. نشكر العتبة العباسية على هذه الدورات التي فيها ما فيها وفيها تقديم كبير للمجتمع، خاصة المجتمع يحتاج إلى دورة في الأمن الفكري. المجتمع الآن في حاجة لمعرفة الأمن الفكري، والأمن الفكري كما هو وضح أساتذة الدورة لا يقل شأنا عن الأمن الوطني. هناك هجمة كبيرة على المجتمع العراقي بصورة عامة، مو فقط من الناحية الأمنية، أيضا من الناحية الفكرية. هناك الوطن يستباح من ناحية الفكر، هناك هجمات من أشخاص مغرضين داخليا وخارجيا، ناس مدعومين داخليا ومدعومين خارجيا، وهذه الدورات لكي تؤسس وتؤصل للفكر الحقيقي، يعني الأمن الفكري الصحيح. لا شك في أن تنظيم هذه الدورات يعود على المجتمعات بنتائج نافعة، أهمها نشر السلم الأهلي وترسيخ التعايش السلمي المشترك الذي تسعى العتبة العباسية المقدسة إلى إرسائه بين الشعوب، فضلا عن إشاعة ثقافة التسامح.